بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس المؤتمر، السادة المستشارون، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوف الشرف والخبراء، الأكاديميون والأكاديميات، المعلمون والمعلمات، أهلاً ومرحباً بكم. الشكر الجزيل لكل من شاركنا هذا المؤتمر، هذا العرس التعليمي، عرس الطفولة السورية المظلومة. فالجراحات في جسم أمتنا كثيرة، وجرحها الأشد نزفاً والأكثر إيلاماً اليوم في سوريا. وجرح سوريا ليس جرحاً واحداً، بل جراحات وجراحات، فمن القتل إلى الاعتقال والتهجير والتدمير، وفوقها التجهيل. فالحرب في سوريا أتت على الناس في أجسامها، أتت على أطفال سوريا في أجسامها وعقولها وقلوبها الطاهرة. 6 سنوات مضت، وأكثر الجهود الخيرية تتجه نحو دواء الأبدان، فكان لابد من الاتجاه نحو دواء الأرواح والأذهان. فليس ما يضر الأمة قلة الطعام والشراب فقط، بل قلة العلم والثقافة أشد وأخطر. فكان هذا المؤتمر الرائد، المؤتمر الذي يراد له أن يكون بعون الله حلاً لمشاكل كثيرة تعاني منها العملية التعليمية للسوريين، للوصول إلى عملية تعليمية مستدامة للأطفال السوريين إن شاء الله. وهذا حق ضمنته لهم الأديان والقوانين الدولية، لكن هذا الحق حرم منه أكثر الأطفال السوريين، ومن نال منه شيئاً ناله منقوصاً ضعيفاً أو مشوهاً مسموماً. فآلاف الطلاب في الأقبية غير الصحية خوفاً من القصف في الغوطة وريف حمص، وآلاف آخرون في خيام عرسال والزعتري وبعض مخيمات الشتات في الشمال، بلا كتاب ولا قرطاسية، وبالكاد يجدون المعلم والمعلمة. فكان مؤتمركم هذا، نعم أيها السادة، إنه مؤتمر كل من رعى ونظم ومن جاء وشارك. ولئن قام على تنظيم المؤتمر أكاديميون ومعلمون وتربويون سوريون اجتمعوا على أهمية هذه القضية، قضية تعليم الأطفال السوريين، فإنهم ما كانوا ليجتمعوا لولا وطن ثان ضمهم بعد أن رمتهم الحرب خارج أوطانهم، وهو تركيا. ولولا إخوان صدق نصروهم وآزروهم وساعدوهم من دولة قطر الخير وكل الخليج العربي وكل أحرار العالم. فللجهة الراعية لهذا المؤتمر، وزارة التربية والتعليم الوطني التركية، أصحاب البلد الطيب، الشكر والتحية. وللجهات المنظمة وعلى رأسها مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، الشكر أجزله وأطيبه وأعطره. وللجهات المنظمة، الصناديق الإنسانية في منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة إيهاها والمجلس الإسلامي للجهات المانحة وهيئة المعرفة للتعليم والثقافة جميعاً، كل المحبة والتقدير. الحضور الكرام، مئات المعلمين والأكاديميين اجتمعوا في هذا المكان نصرة للقضية السامية، قضية تعليم الأطفال السوريين. فالدعم المأمول من هذا المؤتمر ليس مادياً فقط، فنحن اليوم بأمس الحاجة للدعم القانوني والمعنوي لهذه القضية. فاجتمعنا هنا لأننا مؤمنون بعدالة هذه القضية، لأننا مؤمنون أن الجيل الذي سيبني سوريا لا بد أن يكون جيلاً سلاحه العلم والثقافة، جيلاً في جعبته أحدث وسائل التعليم بأنواعه. فنحن نبني الجيل ليبني هذا الجيل سوريا من جديد إن شاء الله. وكفى بهذه مسؤولية كبرى في أعناقنا كسوريين، وكفى بها مزية وفخراً لكل الحضور من رسميين وضيوف شرف وخبراء وباحثين ومشاركين، وكفى بها فضلاً لكل المنظمين والداعمين. فلكل هؤلاء الشكر والمحبة والتقدير. وللتعريف بالمؤتمر نكون مع المهندس عبد العزيز حجي من مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، فليتفضل مشكوراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السعادة، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أرض قطر جئنا إلى تركيا لنصرة قضايا الشعب السوري الشقيق الذي يئن تحت وطأة القصف منذ 6 أعوام. جئنا جميعاً من أماكن شتى نتوحد حول قضية إنسانية كبرى تتمثل في تعليم أطفال أنهكتهم الحرب وضيعت مستقبل كثيرين منهم. جئنا يحدون الأمل في أن نجد مخرجاً إنسانياً لهذه القضية المهمة كي يتجنب أبناؤنا ويلات الحرب. لقد عمل هذا المؤتمر بباحثيه الكرام وبلجانه العلمية على مدار 6 أشهر كي يخرجوا بتصورات عملية قابلة للتطبيق، واجتمع الباحثون حول محاور أساسية تتمثل في مناقشة القضايا الآتية: أولاً، مناقشة المناهج المعتمدة في العملية التعليمية. ثانياً، التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد للطلاب السوريين، العملية التعليمية، المشكلات والحلول، البعد الإنساني في العملية التعليمية، ظاهرة التسرب والتأخر في التعليم، التعليم الفني والمهني، السياسات والتشريعات الناضبة للعملية التعليمية. وإننا نشكركم ونشكر فريق الباحثين الذين أسهموا بنجاح هذا المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. معالي الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني، إخوتي الأكاديميين العرب الموجودين في هذه الجلسة المباركة، إخوتي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، عنوان ديننا الذي جعله الله خاتمة الأديان كلها هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، عنوان ديننا. فإذا لم تهتم الأمة وتستنفر كل جهودها وطاقاتها وتحشد كل إمكانياتها في سبيل خدمة هذا العنوان، فإنها أمة مقصرة جداً في حق دينها. العلم وتعليم أبناء الأمة والأجيال الصاعدة هذا من أهم ما تقوم عليه النخبة الإسلامية في أنحاء العالم الإسلامي كله. وهذا اللقاء الطيب المبارك الذي اجتمعت عليه المؤسسات والمنظمات التركية والقطرية، واجتمع عليه نخبة الناس والحمد لله في سبيل تعليم الأطفال السوريين. إخواني، الشعب السوري شعب يحب العلم ويتفانى في طلب العلم، العلم الشرعي والعلوم الكونية، وكثير من أبناء الشعب السوري يجمعون بين الأمرين معا. كنا نرى في دمشق وغير دمشق من محافظات سوريا، كنا نرى الطبيب أو المهندس أو رجل الأعمال يصعد المنبر ويخطب الجمعة. لما؟ لأنهم يعتقدون أن دينهم يأمرهم بطلب العلم، فطلبوا العلم الشرعي والعلم الكوني معا وبرزوا فيه وتفوقوا فيه والحمد لله. واليوم الشعب السوري يعيش في محنة طاحنة، محنة ما مرت على شعب من الشعوب بحال من الأحوال. وهذا الشعب
اليوم هو بحاجة ماسة إلى إخوانه وأحبابه من العرب والمسلمين جميعاً أن يمدوا يد المساعدة للجيل الصاعد من السوريين حتى لا يبقى بلا علم، والله لأن يبقى أبناؤنا بلا طعام ولا شراب ولا كساء ولا غذاء أحب إلى أبناء شعبنا جميعاً من أن يبقوا لا سمح الله بلا علم ولا تعليم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي كل من يبذل جهداً قليلاً أو كثيراً في دعم التعليم للسوريين أن يجزيه كل خير، وسيلاقي كل هؤلاء الإخوة الذين يبذلون جهدهم ويحشدون إمكانياتهم في خدمة الطلاب السوريين وإيصال العلم إليهم، هؤلاء لا شك أنهم سيتفوقون أيضاً في مراتب عالية عند الله تبارك وتعالى حينما نقف جميعاً بين يديه، كل بعمله وكل بنيته الصادقة الصالحة. فجزاكم الله خيراً وبارك فيكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جهودكم مثمرة طيبة يانعة ينتفع بها السوريون وغير السوريين. وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا في هذا المؤتمر المتميز، وأتمنى أن يكون هذا المؤتمر انطلاقة حقيقية لنجاح تنسيقي كبير للبرنامج التعليمي للسوريين سواء كان داخل سوريا أو خارج سوريا. لدي اليوم ثلاث رسائل سريعة. الرسالة الأولى، تكلم عن أن لا يمكن أن يكون هناك نجاح ولا يمكن أن يتحقق لدينا تقدم في التعليم في مناطق الأزمات والكوارث إلا من خلال شراكة حقيقية بين جميع المؤسسات الإنسانية. القضية، كلنا نعلم أهمية التعليم، وكلنا نعرف أن لا يمكن أن تتقدم أمة ولا أن ينجح كيان من غير أن يكون هناك تعليم حقيقي متطور لهذا الكيان. ولكن من خلال احتكاكي الكبير بكثير من المؤسسات الإنسانية العالمية والمحلية والإقليمية، فإنني أجد أن هناك ضعف كبير في الشراكة والتحالف بين هذه المؤسسات. ولذلك أتمنى عليكم في الرسالة الأولى، وأرجوكم في خلال هذا المؤتمر، أن نحقق مثل هذا التكامل والتحالف، لأنه لا يمكن أن يتحقق نجاح لمؤسسة واحدة لوحدها. إذا ما وضعنا أيدينا في بعض وتكاملنا ووضعنا برامج حقيقية على أرض الواقع، لا يمكن أن يكون هناك نجاح. وإذا ظنت مؤسسة لوحدها أنها تستطيع أن تنجح وأن تقف وأن تعلم سواء السوريين أو العراقيين أو اليمنيين أو الليبيين أو أي دولة في العالم الإسلامي والعالم أجمع، فإنها واهمة وهذا لا يمكن أن يتحقق. الرسالة الثانية، إني أدعو اليوم أن يكون هناك فعلاً تكامل حقيقي في التعليم الإلكتروني، والاهتمام بشكل كبير بالتعليم الذين اللاجئين أو المهاجرين أو المصابين في أماكن وجودهم، سواء كان من خلال التعليم أونلاين أو سواء كان التعليم من خلال برامج تدريبية مرحلية. لنا تجربة جميلة حصلت في المنتدى الإنساني قبل شهر، واستطعنا في الصناديق أن نجمع 10 مؤسسات على طاولة واحدة لإطلاق مبادرة للتعليم الإلكتروني. كثير من حضر موجود بيننا اليوم، والحمد لله استطعنا أن نطرح برنامج اسمه الشبكة التعليمية للآي تي على مستوى العالم الإسلامي. أتمنى من إخواننا أن يأخذ هذه التجربة ويشاركونا في هذا العمل. إحنا لا نقول للصناديق، هذا للمؤسسات كلها، كل من كان جالس على الطاولة شركاء. ولذلك بمثل هذا في رأيي الشخصي يمكن أن نحقق نجاحات كبيرة وتطور كبير. أن نبني مدارس، نبني كيانات، هذا شيء مكلف كثير، لكن التعليم الإلكتروني نستطيع أن نعلم كثير من البشر من خلال وجودهم في مناطقهم. وإننا نخطئ خطأ كبير في رأيي الشخصي في أحيان نبني كثير من المدارس والمؤسسات على الحدود الدول، فإننا بالطريقة هذه يعني
نقوم بجلب اللاجئين من الداخل وتهجيرهم إلى الخارج، مع أن المفروض أن يكون دورنا كمؤسسات إنسانية أن ندعمهم في مكانهم حتى يستطيعون أن يبقوا، ولا يستطيع أن نزيد المشكلة للدول المحيطة بأصحاب الكوارث. الرسالة الثالثة، احنا في الصناديق الإنسانية بإذن الله قريبا خلال شهر ونص سنطلق صندوق للتعليم. احنا أطلقنا 4 صناديق والحمد لله تحقق معنا إيرادات متميزة جدا في الفترة السابقة، وإن شاء الله في سبيل إطلاق صندوق للتعليم ومباركة من سمو الأمير، وإن شاء الله تعالى ندعوكم بإذن الله في مثل للمؤسسات العاملة في مجال التعليم للمشاركة في ورشة تحضيرية لمثل هذا الصندوق، لأننا بمثل هذا نستطيع أن ننهض بإخواننا المهاجرين. وأنا أعترض على كلمة اللاجئين، أكرر مثل ما ذكر سعادة المستشار، نقول إخواننا المهاجرين وأخواننا اللي يأتون لنا نستطيع أن نقف وندعمهم بشكل كبير. ختاماً أنا أشكر كل المؤسسات التي عملت، أشكر مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الثاني الخيرية، مؤسستنا أخوي علي سويدي، أشكر وزارة التعليم مستشار الفاضل، أشكر إخواننا في الإيهاء، كل المؤسسات المشاركة، فريق عملنا في الصناديق، أشكر جميع من شارك من المؤسسات الريادية، مكتب قطر، راف، مؤسسات الجميع، بنك الإسلامي، وأتمنى أن الجميع فعلا يتكاتف لإنجاح هذا البرنامج المتميز وتقوية الجانب التعليمي، لأن رسالة واحدة لا يمكن أن نحقق نجاح لإخواننا السوريين. وإن شاء الله كلنا قريبا نجتمع في دمشق بإذن الله تعالى، وأننا بإذن الله يكون لنا مكانة متميزة، ولكن يجب أن نرجع لدمشق ونحن أصحاب علم وقوة ومعرفة حتى يكون لنا قدم وقوة في هذا المكان. شكرا للجميع، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الصناديق الإنسانية في منظمة التعاون، الأخوة الحضور، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الحدث المهم الذي يجمع كوكبه من العلماء والباحثين والمهتمين بالشأن السوري وبشأن التعليم السوري خاصة. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى في هذا المؤتمر أن يكون محققا لأهدافه في تأمين تعليم جيد لأبناء الشعب السوري. الأخوة والأخوات، إننا في مؤسسة الشيخ عيد عملنا منذ بداية الأزمة السورية وحتى الآن في كافة المشاريع الإغاثية انطلاقاً من واجبنا الإنساني ومسؤولياتنا الأخلاقية وما يحتمه علينا ديننا الحنيف الذي يحث على العلم والتعلم. لقد وقفت دولة قطر حكومة وشعبا خلال الأعوام 6 الماضية، فقدموا ما يستطيعون لإغاثة إخوانهم من الشعب السوري، وبفضل الله استطعنا أن ننفذ مشاريع إغاثية بتكلفة تقارب 100 مليون دولار، وحظى التعليم بما يزيد على ربع هذه الميزانية. ولا تزال هذه الجهود في تصاعد مستمر، حيث تحتل القضية السورية أولوية في أعمالنا الإغاثية. ففي عام 2016 أنفقنا ما يزيد على 123 مليون ريال على المشاريع الإغاثية، وحظيت سوريا بنحو 80 مليون ريال، وكان للتعليم نصيبه المناسب من هذه النفقات. الأخوة والأخوات، لما طالت الأزمة وتشرد أبناؤنا في مرحلة التعليم الأساسي، كان لابد من إنقاذ هوية هذا الشعب وحماية أطفاله من الضياع والانخراط
في توجهات ضارة بالمجتمع. من هذا المنطلق عملنا خلال إغاثاتنا المتنوعة على تشغيل بعض المدارس ودور الأيتام ومساعدة المتطوعين، وتطور الأمر فكانت الشراكة مع الصناديق الإنسانية، وقمنا بافتتاح مشروع ديما للتعليم الإلكتروني. ولعل هذا المؤتمر فرصة سانحة لتقييم التجربة التي مر عليها ما يزيد على عام ونصف تقريباً، وسوف تجدون تجربة عملية على عدد من أطفال سوريا بهذا المؤتمر. الأخوة الكرام والأخوات الكريمات، إن علينا جميعاً مسؤولية كبرى في هذه اللحظة الراهنة، وإن أبناء الشعب السوري يعقدون آمالاً كبرى على مخرجات هذا المؤتمر، فالتعليم هو رئة المجتمع وهو المخلص لها من الأزمات، وبه تبنى البلاد وترفع الأمجاد. وفي الختام لا يفوتني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة التركية وإلى وزارة التربية والتعليم على وجه الخصوص لرعايتها هذا المؤتمر وحرصها على هذه القضية المهمة، كما أشكر كل من ساهم معنا في إنجاح هذا اللقاء، وكذلك أشكر الحكومة القطرية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية والصناديق الإنسانية والمجلس الإسلامي للمؤسسات المانحة وصندوق قطر للتنمية ومنظمة إيهاها والبنك الإسلامي للتنمية وجميع المنظمات والمؤسسات والهيئات التي ساهمت معنا في إنجاح هذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والمعرفة، والصلاة والسلام على رسوله الذي علمنا ما لم نكن نعلم من أمور الدنيا والآخرة، فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس المؤتمر، السادة والسيدات الكرام من ضيوف ومشاركين، نرفع إليكم من هيئة المعرفة للتعليم والثقافة أسمى التحيات وأبرك الأمنيات بإقامة وسفر ملؤها المعرفة. مرحبا بكم في هذه التظاهرة العلمية الفريدة التي جمعت أساطين العلم ورواد المعرفة وصناع الأجيال الكرام من مدرسين ومدرسات ومن تربويين وإداريين وداعمين ومهتمين بالعملية التعليمية. أقول معرفاً بهيئة المعرفة للتعليم والثقافة، هي هيئة مستقلة غير ربحية تعمل على دعم العملية التعليمية والارتقاء بها من خلال تطوير المناهج التربوية والإثرائية والعمل على دعم تطبيق وسائل وتقنيات التعليم الحديثة في التعليم وإعداد الآليات والبرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل الكفايات التربوية عبر رفدهم ببرامج وخطط مدروسة تعتمد أفضل الطرائق الحديثة وتستفيد من المعطيات الموجودة. وجاءت فكرة تأسيس الهيئة من الإيمان بضرورة النهوض بالعملية التعليمية كأساس لبناء مجتمع سوري متميز يؤسس لمستقبل أفضل. إنجازات الهيئة: تعمل الهيئة حالياً على تطوير المحتوى الإثرائي للمواد التعليمية لجميع المراحل الدراسية في مجال التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم. قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية مع مشروع ديمة للتعليم الإلكتروني لتأمين المنهاج الدراسي إلكترونياً. كما قامت الهيئة بالتعاون مع منظمة إيهاها ومشروع ديمة للتعليم الإلكتروني بتنظيم سلسلة دورات إعداد مدربين محترفين في تطبيق ديمة للتعليم الإلكتروني. تعمل الهيئة حالياً على إعداد بنك أسئلة للمناهج الدراسية في جميع المواد لكافة المراحل الدراسية ليكون نواة لبناء بنك أسئلة شامل يساعد المعلمين في بناء نماذج اختبارات بمعايير علمية وتربوية حديثة ودقيقة. وفي مجال التدريب والتأهيل
أقامت الهيئة برنامج القيادة المتميز التدريبي لسعادة الدكتور عبد العزيز آل ثاني حفظه الله، الذي حضره ما يزيد على 300 معلم ومعلمة سوريين في مدينة اسطنبول التركية. كما قامت الهيئة بتنظيم دورة في تصميم الاختبارات وإدارة أنظمة بنوك الأسئلة التي أقيمت في مدينة الريحانية. وفي مجال المجلات أصدرت الهيئة مجلة هيا للأطفال السوريين، وهي مجلة مصورة تعنى بالمواد القصصية والعلمية والترفيهية المفيدة للطفل السوري. فيما يخص المنح الجامعية، في إطار سعي هيئة المعرفة للتعليم والثقافة لتوفير فرص تعليمية على مستوى التعليم العالي للطلاب السوريين، قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية مع الجامعة العالمية للتجديد، تم على أساسها تأمين منحة دراسية لـ600 طالب وطالبة، 500 في مرحلة الليسانس، و50 في مرحلة الماجستير، و50 في مرحلة الدكتوراه، والتي نعلن اليوم من على هذا المنبر بداية التسجيل الفعلي واستقبال الطلبات من الطلاب لهذه المنحة على هامش المؤتمر. وختام هذه الإنجازات هو المشاركة في تنظيم المؤتمر الدولي لتعليم السوريين، حيث تحملت الهيئة بجميع أعضائها جهداً كبيراً في الترتيب والتنظيم لمدة تزيد على 7 أشهر، بذلوا فيها جهداً عظيماً ترون آثاره، فأسست اللجان العلمية والتنظيمية والإعلامية والعلاقات من كوادر سورية صرفة بالتشارك مع المؤسسات والجمعيات السورية وبرعاية وتنظيم الرعاة الأساسيين لهذا المؤتمر، الذين بذلوا أقصى جهدهم لإنجاح هذا المؤتمر. بارك الله فيهم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على رسوله المصطفى، صاحب السعادة رئيس المؤتمر، إخوة الكرام من المنظمات الإنسانية المختلفة، الحضور الكريم، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعدت جداً أن أخاطب هذا المؤتمر الذي في تقديري أنه قد وضع العمل الإنساني الإسلامي كله في مرحلة جديدة. شهدت عشرات المؤتمرات عن القضية السورية بالذات في بعدها الإنساني، نظمتها منظمات كثيرة، ولكن لأول مرة أجد مؤسسة الشيخ عيد مع عدد من الشركاء تمارس القيادة في مجال العمل الإنساني بقيادة مجال التعليم في سوريا. وأعتقد أن الإضافة الحقيقية التي وضعها هذا المؤتمر والتحدي الذي يضعه لمنظمات العمل الإنساني الإسلامي والعربي هو أنه نقلها من مرحلة التنفيذ لمرحلة القيادة، ونحن تأخرنا في مرحلة القيادة تأخيراً كبيراً جداً، ولذلك نحتاج إلى مزيد من الجهد أن نحول هذا التحدي إلى فرصة بالنسبة لمنظماتنا وبالنسبة للمتلقين لهذا العمل. الجانب الثاني هو أننا سنعمل في ظروف صعبة جداً. سمعت من مداولات البارحة على وجه الخصوص أن هذا الجيل الذي يتعلم في ظروف جد صعبة، هل يمكن أن يقود سوريا في المرحلة القادمة؟ وأقول أن الإجابة نجدها في التاريخ المعاصر، إن الجيل الذي قاد أوروبا الحديثة التي قادت العالم هو الجيل الذي تعلم تحت القنابل في الحرب العالمية الثانية، وأن الجيل الذي قاد اليابان هو الجيل الذي حطمته قنبلة هيروشيما، وأن الجيل الذي قاد الجزائر هو الجيل الذي عاش معاناة الثورة الجزائرية الكبيرة وأجيال كثيرة دون ذلك. ولمن أجل هذا فأنا متفائل جداً بأن هذا الجيل إذا وفرنا له ما ينبغي أنه هذا الجيل الذي يريد أن يبني سوريا ويستطيع أن يبني سوريا التي نطمع إليها جميعا. لدي قبل أن نتحدث عن السودان ملاحظة واحدة عن مؤتمر. رأيت أننا نتكلم عن مؤتمر قضايا تعليم السوريين، هل نحن فعلا هنا لنعلم السوريين أم أن السوريين يعلمون الناس؟ سوريا أكبر مستعمرة بشرية في التاريخ، هي بلد معاوية بن سفيان، وهي بلد شيخنا علي طنطاوي الذي لا تكاد تخلو صحيفة في يوم من الأيام من مقولة من مقولاته.
لو أننا تكلمنا عن قضايا التعليم في سوريا لكنا أكثر دقة في قضايا التعليم وفي مناقشة هذا الموضوع من أن نتكلم عن قضية تعليم السوريين. ولذلك دائما نقول أن السوريين معلمون، وعندما رأينا ما يدور في السودان، والسودان دولة متميزة في إطار ضيافة السوريين، فالسوري لا يحتاج إلى تأشيرة كما تعلمون لدخول السودان، وليس هو وذلك واجب علينا، وليس هو لاجئ وليس هو ضيف، إنما هو أهل دار. ولذلك مسيرة التعليم للسوريين ومسيرة السوريين في التعليم في السودان أخذت ثلاثة مناحي متجاورة ومكملة لبعضها البعض. المسيرة الأولى قادها المجتمع المدني السوري في السودان، وهي مجموعة المدارس السورية التي تطبق المنهج السوري ببيئة تعليمية سورية وبأستاذ سوري، وهي مدارس عديدة ليست مدرسة واحدة، لأن تعداد السوريين تجاوز 200,000 سوري في السودان الآن، وهو عدد متحرك لأن دخول السوريين لا يخضع إلى أي حواجز كما تعلمون. والتجربة الثانية هي بعض السوريين الذين أرادوا أن يدخلوا تجربة التعليم السودانية كلها، فالسوري في إطار الصحة والتعليم والتمليك والعمل يعامل معاملة السودانيين، ولذلك كثير من السوريين أدخلوا أبنائهم في المدارس السودانية. صحيح أن هناك صعوبات في بداية العملية التعليمية، ولكنها الآن أصبحت تجربة واضحة في كثير جدا من المدارس. أما التجربة الثالثة، وأفتكر أنها تجربة تميز بها السودان، فهي أن يعلم السوريون السودانيون. سوريا شعب عامل، شعب مبدع، شعب أبدع في مجالات كثيرة، في الزراعة، في الصناعة، في التعليم، في الحرف. ولذلك نجد اليوم سوريون يقودون عملية تعليم كبيرة جدا للمساهمة في النهضة الاقتصادية في السودان، وهو دور يجعل حركة اللجوء والنزوح والمدافعة كما نسميها حركة إيجابية وليس سلبية. مرحب بكم جميعا في السودان، أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الشيخ عبد العزيز الثاني رئيس المؤتمر، الأخوة في عيد الخيرية، وكذلك كراف المؤسسات السورية جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة يعني نحن نثمن الدور الكبير للأخوة في دولة قطر على رعايتهم كثير من المؤتمرات اللي هي قرعتها على هذه الأرض الطيبة، الأرض التركية. ما أريد الإطالة عليكم، إلا أني أريد يعني توجيه الأخوة الجمعيات السورية إلى شيء معين. نحن كجمعية كويتية، وكذلك في كثير من الجمعيات الكويتية العاملة سواء كان في الداخل السوري أو كان في تركيا أو في الأردن أو في لبنان، كل اللي نريده نحن كجمعيات كويتية أو بالتالي خليجية هو توحد الجمعيات والمؤسسات السورية والتنسيق فيما بينها وليس التنافس. لعل دور مثل هذا المؤتمر المتخصص في مجال التعليم هو دور أساسي بلا شك، لكن يعني أمر نحن نرجاه من جميع الأخوة العاملين كجمعيات سورية إن كان في الداخل أو جمعيات على هذه الأرض الطيبة، أن يتم توحيد الجهود والتنسيق الحقيقي وليس التنسيق. صحيح المؤتمرات لها دور كبير في جمع هذه الكلمات، لكن نريد بالفعل أن نزيل كلمة الأنا منا نحن كجمعيات عاملة لصالح إخواننا، وأن نعمل بصدق وأن نتجرد من بعض الجوانب، وذلك الأهمية الكبرى للشعب السوري يحتاج مثل هذا العمل. فالتنسيق مهم جدا، لا أريد الإطالة، لكن هذه كلمة أود الأخوة في الجمعية السورية ينتبهون لها انتباه كبير، وجزاكم الله خير، ونشكر المنظمين على حسن إدارتهم لهذا المؤتمر.